المفيد الأول، هو المعطي، هو العافي على الناس، وليس المعفو عنه. أي أثرها بإيه يا أخي؟ حرر نفسك يا أخي، يا أخي فمن عفى وأصلح فإيش فمن فأجره يا أخي، ليس على الوزير ولا على الأمير. والله لو جاءنا أحد الأمراء أو أحد الوزراء أو أحد المتنفذين قال تكفى تسامح مع فلان، قلت سم أبشر، ما بالك إذا ما قاله ملك الملوك؟ فأجره على الله. انتهى. أنت انتهى. اثنين اثنين. الأمر الثاني، الأمر الثاني، ما لا تستطيع أن تتملكه شيله من حساباتك. إيه بعض الناس الآن ما زال معلق قلبه في شيخ، ما حصل لك يا أخوي؟ على ما قال واحد، قال إذا ما حصل لي شيء أنا عندي قانون في 60 داهية. أي وإذا في أشياء كثيرة أكبر أزيد عليها 1000، في 60,000 داهية إذا صار شيء أكبر. أي والله الصدق. الأمر الثالث من لوازم السعادة، أمور السعادة، حط فلوسك في الشمس وقعد في الظلال. بعض الناس ترى عكسة، هو قاعد في الشمس وفلوسه في الظلال، مشقي نفسه، مشقي نفسه. يا حبيبي أي شيء بيفزع لك، بيخدمك، بيريحك، بيختصر وقتك، عز نفسك، عز نفسك. والله صحيح، أكرم نفسك وش في الدنيا وش على ويش إن شاء الله. أيضا من الأشياء الجميلة وفي موضوع السعادة أيضا، يا أخي أن يكون لك قيمة، يكون لك أثر يا أخي، يكون لك إيش تسوي في الدنيا يا أخي، طلعت بإيش في الدنيا. لذلك من أكبر مسببات المشاعر السلبية أن يكون إنسان لا هدف ولا قيمة، يستيقظ وينام واستراحات وروحات وجيات ولا عنده أي شيء. رقم 5، انت تتركوني اكمل الهادي واللي بعده. طيب ولا يهمك ولا يهمك. رقم 5 يا اخي، صحبه الايجابيين يا اخوي، يا اخوي يا اخي استظل بظلهم، شروا من عندك والله. والله صحيح، والله والله انا اقول الصادق يا اخي. تحسبون انتم الان اذا جلست مع واحد متكدر او منزعج او مكتئب او يا اخي عنده مشكله يا اخوي، تتوقع انك ستسعد؟ العقل اللاواعي ترى لا يفرق، ياخذ منه ويعمل فيه عمله. الامر الثاني يا اخي، استمتع يا اخي، عانق الطبيعه، اسعد الناس. اتشتكي وتقول انك معدم والارض ملكك والسماء والانجم وهذه الزهور وارضها وعبيرها ويقول وسهولها والبلبل المترنم هشت لك الدنيا فمالك واجما وتبسمت فعلى ما لا تتبسم. استمتع اخي بالطبيعه.